مشروب الطاقة بايسون يعد من أفضل مشاريب الطاقة حول العالم. من حيث الجودة والطعم المميز، يتم إنتاجه في تركيا ويوزع في جميع أنحاء العالم. يتم تصنيع بايسون باستخدام أحدث التقنيات وأنظمة كرونز الألمانية للتعبئة. قام فريق بايسون بتطوير خبرة لا مثيل لها في تصنيع منتج عالي الجودة من مواد طبيعية 100% وخلوه من أي مواد كيميائية، كما تعمل على الحفاظ على الظروف الصحية لتلبية احتياجات العملاء حول العالم. بايسون، كلك حركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل أعبائنا الكرام وأعزائنا المشاهدين في كل مكان. حلقة جديدة وسنة جديدة عليكم إن شاء الله بإذن الله. برنامج صائد النجوم 2021 إن شاء الله بإذن الله تكون طلة متغيرة وتكون إيجابية وليس سلبية لكل المشاهدين، مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي أجمع. إن شاء الله بإذن الله تكون سنة جميعا بخير على كل المصريين. من حقنا نقول لإخواننا الأقباط كل سنة وانتم طيبين، مفيش حاجة اسمها لا أعياد ولا سلام بيننا وبينهم أو بين المسلمين والمسيحيين، دول كلهم رباط إلى يوم الدين، دول كلهم أبناء الشعب المصري، دول كلهم أولاد مصر. إحنا من زمان ومن زمن الزمن ما كناش بنسمع عن حاجة اسمها طائفية أو بنسمع عن حاجة اسمها أعياد مسلمين أو أعياد أقباط، لا بالعكس، كان زمان العمارة اللي ساكن فيها المسيحي والمسلم كانوا دايما بيأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض، كان المسيحي بيروح يعزي المسلم لو عنده حالة وفاة، وأيضا كان المسلمين بيخشوا الكنائس وكانوا بيحضروا مراسم الأفراح بتاعتهم والعزة بتاعهم. ده اللي كان متواجد بفترة كبيرة جدا، يمكن من 15 سنة بنفتقد كل هذه الروحانيات اللي موجودة في مصر، واللي كان دايما حتى في الحروب، في حرب أكتوبر كان الدم المسيحي والدم المسلم كانوا الاتنين مع بعض. بنفتقد حاجات كتير جدا جدا للأسف الشديد في مصر، بنفتقدها لسوء الأخلاق أو كمان حتى للأسف الشديد إذا كان في دراما مصرية بقت بتصدر للبيوت المصرية حاجات جديدة علينا، سواء كانت ألفاظ أو كانت حتى عبارة عن دراما، للأسف بكل أسف شديد إن هي بقت بتصدر لنا لكل البيوت ولكل الشباب ولكل الأولاد الصغيرين اللي لسه حتى ما يعرفوش يعني ألف به، دلوقتي بقى يتعلموا من الصغر إذا كانت أغاني أو إذا كانت فيديوهات أو إذا كان حاجات معينة كتير جدا جدا أساءت لأخلاقيات وأسلوب الشعب المصري. الحديث العالمي الذي يتمتع به الجميع وهو الحدث العالمي في مصر ولكن في العالم كله. قبل ما أتكلم على النقطة دي أوضح لحضراتكم فكرة صائد النجوم في الموسم الجديد وهو موسم 2021، واللي كتير جدا جدا من الناس كلمتني وقالت لي كابتن حاتم أنت ليه دايما بتتكلم في الرياضة، في مشاكل في الصحة وفي التعليم وفي حاجات كتير جدا جدا، ولكن أنا دايما لما كنت بطلع في برنامج صائد النجوم كنت بتكلم على الإيجابية وبتكلم على إن أنا مش بطلع أهاجم فقط، إذا كنت بطلع أتكلم عن قضية معينة لازم يكون عندي حلول، لو أنا ما عنديش حلول أستقطب الضيوف أو أستقطب الناس اللي عندها حلول إيجابية في حدود المستطاع. أنا مش هقدر إن أنا حد عنده مشكلة كارثية وتكون مشكلة خاصة ونقدر نجري وراها وإحنا عندنا مشكلة عامة كبيرة بتخص قطاع كبير إذا كان لقطاع البراعم والناشئين. من هنا بدأت الفكرة مع المخرج ومع المصور ومع كل مسؤولي صائد النجوم وليس حاتم عسكر فقط، لازم أكن ليهم كل التقدير والاحترام على
مساعدتهم الكبيرة والكل بيشتغل في عمل واحد. ليه ما يبقاش صائد النجوم مش نجم رياضي فقط؟ ممكن يبقى نجم سياسي، نجم اجتماعي، نجم إذا كان ممكن يبقى مغني، ممكن يبقى طبيب، ممكن يبقى في مجاله هو نجم. هو صائد النجوم في 2021 مختلف اختلاف كلي، وإن شاء الله بإذن الله هيكون معانا الوقت الكبير في الحلقات القادمة، مش هتبقى ساعة بس وهتبقى ساعتين، وهيبقى ضيوف تليق بصائد النجوم وتليق بمشاهدين صائد النجوم. كورونا والحدث الكبير جدا جدا في العالم كله ليس فقط في مصر. النهاردة أكيد كل ما حد فينا بيفتح صفحة الفيسبوك بيلاقي كمية وفيات، بيلاقي كمية ناس مرضى، بيلاقي حتى رائحة الموت بقت كبيرة جدا جدا، وكآبة بقت في الشارع وبقت في البيوت وبقت في المدارس وبقت حتى في الرياضة، بقى الموضوع كبير جدا. أنا هنا ما بلومش الحكومة أو بلوم الدولة، لأن الجائحة هي دولية، ولكن كل دولة بتبقى في حدود المستطاع بتقفل على نفسها، ولكن الثقافة بتختلف من دولة الأخرى. هنا في مصر احنا حتى لو قلنا في غرامة على الكمامة ان محدش يلبسها او تلبسوها، لو ما تلبستش هيبقى في غرامة، برضو حتى انت لو رحت دفعت الغرامة للشخص نفسه مش هيلبس الكمامة. النهاردة احنا بنتكلم في حاجات كتير وبنعمل حاجات كتير جدا وبنقول لا او بلاش. لو رحنا النهاردة اي مولات، اذا كان كارفور او مش لازم اقول مسميات، يعني المولات اللي فيها البيع وفيها العروض وفيها لما يجي النهاردة مول معين يقول أنا عندي عروض النهاردة على شاشات التلفزيون وعلى التلاجات وعلى الغسالات، حتى الناس اللي بتقول إحنا معناش مش في فلوس أو معناش ناكل أو معناش نشرب، بنلاقيهم بيروحوا يقفوا في الطوابير ويضربوا بعض بالنار علشان يقفوا، ولا كورونا ولا غير كورونا، واللي يتعب يتعب واللي ما يتعبش ما يتعبش، بس بنتزاحم. إحنا برضو حتى لو حطنا قيود فوق القيود وقلنا يا جماعة محدش يروح ومحدش، لا الناس للأسف الشديد والثقافة بتاعتنا صعبة، مع إن هم الأشخاص لو سافروا أي دولة تانية في نفس التوقيت اللي احنا فيه من أول المطار هيلتزم غصب عنه، وعلى فكرة هيبقى مبسوط جدا بالالتزام، زي ده ما حصل وسافرنا ورحنا الإمارات وأول ما نزلنا المطار الكمامة، مع إن هي متعبة الـ 24 ساعة في الـ 24 ساعة، بس أنا مبسوط بالالتزام لأن مش لوحدي، الدولة كلها ملتزمة. هو ده ليه ما يحصلش هنا؟ طب ما احنا بنشوف الرئيس في أي اجتماع بيلبس الكمامة، هل هو لما بيخلص وهو بيروح في عربيته بيلع الكمامة؟ لا أكيد لابسها، الماسك هو وقاية ليك، وفي حدود الإمكانيات أكيد دلوقتي علبة الماسك دلوقتي اللي فيها 50 واحدة أكيد ببلاش دلوقتي، الكمامة بقت بجنيه وساعات ممكن بنص جنيه، ما بقولش كده إن أسعارها، لكن بقول يا أخي الوقاية، لا قدر الله اللي هيعيا النهارده او اللي هيمرض النهارده هيتكلف كتير علشان يخف، هيتكلف كتير علشان، ويا عالم هيخف ولا لا، او يا عالم هو حياته هتروح وهيأذي غيره في البيوت ولا لا. ده اللي بكلم فيه في كورونا. في معايا اتصال تليفوني، استاذه ابتسام اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور يا فندم، اهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم مع حضرتك. والله انا برضو استكمالا لكلام حضرتك بخصوص الكورونا فضلي. والأزمة اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي، احنا في الموجة التانية طبعا، يمكن علومة حضرتك. ايوه حضرتك فضلي يا فندم، حضرتك سامعك فضلي. الموجة التانية من الكورونا افتكر ان الناس بقى عندها وعي اكتر شوية. يمكن في الموجة الأولانية كانت يعني يمكن كنا نمشي في الشارع كنا بنلاقي العدد الناس اللي لابسين الكمامات كان قليل. تمام. دلوقتي العدد ما شاء الله كتير جدا. يمكن بقى دلوقتي الوعي زاد، بس برضو احنا يعني في ما زلنا عندنا مشاكل صحية ومشاكل بخصوص القطاع الصحي في مصر. القطاع الصحي في مصر. تمام. طبعاً. لسه مازال في مشاكل، وبدليل الفيديوهات اللي منتشرة الفترة دي ان في نقص اكسجين ونقص ادوية ونقص والجدل اللي حاصل بخصوص اللقاح، والناس خايفة بيقولوا ان لو اللقاح جه احنا مش هناخده، حاجات كتيرة جداً. تمام. ايوه محضرتك. تمام.
احنا طبعا بنطالب الاعلام ان هو يكون في توعية بالنسبة للقاح اكتر من كده، لان في ناس كتير فعلا حقيقي خايفة تاخده، وان كمان عايزين دعم قوي جدا يحصل للقطاع الصحي، المستشفيات تكون مستعدة، وكمان يعني احنا يعني بنتكلم على الجانبين، وعي المواطنين، يعني المواطنين كمان احنا كمواطنين وكشعب احنا برضو المفروض نحافظ على نفسنا، لان مهما كان خدي بالك انت بتتكلمي في نقطة الحكومة. مهمة جدا استاذة ابتسام، بتتكلمي في نقطة مهمة جدا، اتفضل. وهي ان احنا كمان لازم نكون مشاركين في الحدث، يبقى عندنا وعي. خدي بالك ان اكيد الوقاية زي ما هي ذكرت في القرآن، الوقاية مهمة جدا جدا، ان انا حتى لو انا في تمام عندي وقاية اكيد برضه هحمي نفسي وهحمي غيري واللي جنبي. انا دايما تمام دايما لو ما بتكل على اي مؤسسة في الدولة، لو انا مش باقي نفسي منها، ما انا برضه هأذيها هي كمان وهأذي نفسي، لان مش كل الناس مظبوط. عندها الوقاية ومش كل الناس عندها التوعية. مظبوط. بس ما هو ده دور الاعلام، تمام. التوعية، ان احنا لو انا مش هقدر احافظ، يعني المفروض ان انا اللي احافظ على نفسي كمواطن، تمام. انا الاول احافظ على نفسي وبعدين اطالب الدولة انها تحافظ عليا وتأمني، طيب ده كلام كويس لكن انا جدا. ما اقدرش احمل الدولة كل حاجة، طيب احنا انا هي ده دور مشترك. بشكرك طبعا استاذه ابتسام على مداخلتك الجميله وكلامك المهم جدا جدا شكرا المحترم، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا هاخد بعض الكلام من الاستاذه ابتسام اللي كانت داخله معانا في اتصال دلوقتي، وكلام مهم جدا. طيب في طبعا معانا محمد تاني. المداخلات النهارده يا جماعه، الحلقه النهارده لحضراتكم، كل اللي فيه مشكله او فيه اي حاجه تحت امركم. محمد معانا، اتفضل. الو الو الو، الو، ايوه معاك، اتفضل يا محمد. ازيك يا كابتن حاتم؟ مع محمد صبحي، اهلا وسهلا بيك. اهلا، مراسل. كان انا ليا الشرف ان انا كنت مراسل لحضرتك في كذا حلقه بكده في الموسم السابق، ولازلت والف مراسل لينا الف مليون ولازلت مبروك مراسل ليك لينا. على الموسم الجديد والطفره الجديده اللي انت عملتها قبل كده، واللي انت ان شاء الله مستر ان محمد، شاء الله هتعملها ان شاء الله. مستر محمد طبعا مراسلنا في محافظة الشرقية، ولازال معانا مراسل ومجتهد جدا جدا وشخصية محترمة جدا، معاك يا فندم. انا بتكلم على ودايما حاجه بيغطي معينه كل يا كابتن الأحداث. حاتم، عايزينك تتكلم على حاجه معينه اللي هي ان شاء الله الشكر موصول للمجموعات اللي شغاله في المدن وفي القرى، تمام اللي هي مساعده المرضى اللي موجودين في البيوت والمنازل. تمام ده كان كويس لازم تنويه عليها وشكر ليهم مخصوص. كويس جدا، بضم صوتي لصوتك يا محمد على تمام الكلام الجميل فعلا دوت. و فعلا يا فندم، المجموعات ديت بتعمل طفره كبيره جدا يا فندم، طفره كبيره جدا، بتساعد كمان ان هي بتقلل منهم العدد، يعني العدد اللي عنده المستشفيات دلوقتي اتملى، لا هم تمام بيساعدوهم في القرى نفسهم. تمام يا محمد، فانا عارف ان انت ما شاء الله عليك يعني، والف الف مبروك على الموسم الجديد ان شاء ان الله شاء الله بالتوفيق باذن ليك. الله يا حبيبي. كملين مع بعض باذن الله يا محمد، والشخصيات المحترمه جدا جدا. طبعا المشاركه المجتمعيه اللي بيتكلم عليها محمد مهمه جدا. ازاي؟ عندي مراكز شباب موجوده في كل انحاء الجمهوريه، ويمكن تقريبا لو قسنا مثلا على سبيل المثال يعني حلوان مثلا فيها كام مركز شباب وفيها كام نادي؟ هل هنا لو تم يعني مخاطبه المدربين واللاعبين اللي موجودين واولياء الامور كمان اللي بيروحوا كل يوم يقعدوا في الانديه دلوقتي وما بقاش في كورونا ولا الكلام ده كله، وقاعدين بسم الله ما شاء الله كل الترابيزه تلاقي عليها كم سيدات وكم ناس قاعدين والدنيا، طب انتوا بقى هنا يعني استغلوا الاماكن دي واستغلوا القعده الجميله دي واستغلوا الكلام ده كله وتوجيهات المشرفين الرياضيين اللي موجودين، ازاي نوعي الناس كلها؟ ما هو مش كل حاجه على الدوله، في تقصير في بعض الامور في الدوله اكيد طبعا، لان زي ما قلت لحضراتكم حتى لو رئيس الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر القرارات كلها اكيد في تحت سلبيات. ما هو اصل انا يعني انا كمقدم برنامج مش هلف على المخرج اروح بيته، ولا هلف على المصور ولا هلف، لكن هم عشان ناس محترمين اكيد بيشتغلوا من غير انا اصلا ما اقول، ده هم اللي بيفاجئوني بالشغل، هو ده اللي انا بقوله، اكيد ناس محترمين، لكن في بعض المؤسسات داخلها في سوس، ده اكيد طبعا، وفي ناس مش عايزه المركب تمشي، ده برضه طبيعي، وده شيء وارد، وده في كل المجالات في مصر وليس فقط في القطاع الصحي. ولكن القطاع الصحي ده مهم جدا، لانه هو القائم عليه كل حاجه في الدنيا. انا لو ما فيش صحه كويسه مش في تعليم، مش هروح المدرسه، مش هقدر المدرس يدي ويفيد، الطالب مش هيقدر، ولي الامر مش هيقدر لانه تعبان صحيا،
هيعالج نفسه ولا هيعلم ابنه؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. القطاع الصحي مهم جدا. الفيديوهات اللي انتشرت زي ما الاخت ابتسام قالت دلوقتي على السوشيال ميديا، ومنها طبعا موقعه، وانا بسميها موقعه لان هي جباره جدا. يعني النهارده الاكسجين اللي احنا بنشمه في الهواء واللي بنشمه كده، لما نعرف النهارده ان الاكسجين ده لو مريض ما جالوش الاكسجين هيموت، نعرف ان احنا عندنا نعم ربنا خلقها لنا، خلقها لينا، وللاسف الشديد ما بنستفادش بيها. العين اللي بتشوف الحرام، البق اللي بيتكلم او اللسان اللي بيتكلم، ربنا خلقك بيه، في غيرك ما عندوش كلام ينطق بيه، وفي عندك ما بسمعش، في ناس ما بتسمعش، وفي ناس ما بتقدرش تمشي، وفي ناس ما بتقدرش تاكل، في ناس ما بتقدرش تشرب الميه. انت في نعم، احمد ربك على اللي انت فيها. النهارده للاسف الشديد موقعه الحسنيه في مركز الشرقيه والمستشفى طبعا، واللي حصل فيها والتصوير واللي واللي واللي، خدوا بالكم مهما الاعلام يطلع يقول ان فينا مخ، مهما اي حادث يحصل فينا برضو عقليه بتفكر، وفي ناس بتشوف. انا لسه بقول لحضراتكم دلوقتي، ومش قصه بقى اصل دول اخوان، اصل دول مش عارف فلول، اصل مش عارف ايه، اصل الكلام ده كله، اللي ما عندوش ضمير ربنا هيحاسبه، واللي هو ما بيشتغلش ومن جواه فعلا في ضمير ربنا هيحاسبه. لا قصه اخوان ولا قصه فلول ولا قصه اصل مين اللي دور دخل صور او الكلام ده كله. اذا ما كنتش انت يا قيادي أدي المسؤولية اللي أنت موجود فيها كوزير أو غفير، تنحى جانبا. مش عيب على فكرة، مش عيب إن أنا أكون مش عارف أحاسب المقصر، وبتكلم هنا على الأشخاص اللي تحت اللي هو مش قادر يحاسب المقصر، تنحى جانبا. بالعكس، كلنا هنسقف لك وكلنا هنقول لك أنت إنسان محترم لأنك مش قادر توصل أو تقدر تعالج، فبالتالي بتطلع حد تاني. إحنا فاهمين ده وإحنا عارفين ده، ده اللي بتكلم فيه النهاردة. الأكسجين برضو عايز أقول حاجة مهمة في الحتة دي، في الأكسجين. لما لقينا النهاردة كل الفيسبوك وكل الناس دخلت والأنابيب الأكسجين والمجانية ومش المجانية، هو إحنا ليه لما بتحصل الكارثة عندنا بنلاقي بتوع الخير كتير؟ ليه بنلاقي الناس كلها مستعدة للخير؟ هو ليه الخير ما يظهرش قبل الكارثة؟ ما هو أنا لو عندي ده وعندي الخير وعندي الناس اللي بتطلع الخير وبتطلعه باستمرار، لو كارثة زي اللي حصلت دي حصلت والمستشفى ولعت، أنا عندي خير شغال، تخيلوا. لكن أنا بستنى أن النهاردة حصل في البيت الفلاني انفجار في الغاز مثلا، وليعوذ بالله مثلا يعني، ولا أي كارثة حصلت. النهاردة لو أنا عندي في ناس عاملة خير، وفي خير بيروح للناس اللي عندهم الانفجار دول من قبل ما يحصل، ما كانش حصل. ليه؟ لأن هم مستكفيين. المستشفيات دي اللي هي دي موجودة نواب مجلس الشعب اللي هم خلاص بسم الله ما شاء الله طلعوا الكارنيهات، وكل واحد دلوقتي نزل على صفحته النائب 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 والرقم القومي ومش عارف ايه وخلاص. تخيلوا من بعد ده قفلت السكة دي. طب النواب بتوع الشرقية عملوا ايه في مستشفى الحسنية؟ ايه اللي حصل؟ في حد طلع؟ في حد راح؟ راح شجب وأدين، اتعلم من السابق لما كان اي حدث ارهابي نحن نشجب وندين، نحن مش عارف ايه. ما هو لو يخش في السلك ده فلازم يتقمص الدور ده عشان نقول عليه ايه؟ نائب متطور. ودي هتبقى كارثه قادمه، وهنقول للناس انتوا اللي عملتوا كده وحطيتكم اصواتكم كده. موقف الحسنيه او مستشفى الحسنيه اللي حصل فيها الكارثه، طبعا احنا تعازينا لكل المتوفيين سواء اذا كان اهمال او سواء قضاء وقدر، وانا طبعا استبعد ده، ولكن الإهمال موجود. بيت الظالم أو بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم. يعني لو مهمل في حياتي بيتي هيتخرب قبل الظالم. الظالم ده منظم، هو بيظلم بس منظم في حياته، لكن المهمل بيته بيخرب قبل الظالم اللي ربنا هيعاقبه عقاب شديد. عشان كده الإهمال موجود. حتى لو شفنا بعض الفيديوهات اللي كانت بتدار بالشكل وناس بتجري وناس بتروح ومش عارف ايه، هنلاقي يا اما الممرضه كانت نايمه، هنلاقي يا اما مش عارف ايه. رغم ان المكان ده او الرعايه دي، هو ليه المريض بيتحط في الرعايه دي؟ ليه؟ علشان مش اجهزه يتحط عليه والممرض نايم ملوش دعوه بحاجه. لا طبعا مفيش الكلام ده. هو نعم ده بيحصل مستشفيات التامين الصحي وتقصير كتير، ويمكن اللي بيخش الرعايه في بعض المستشفيات او في المستشفيات نعتبر بنقول له يا رحمن يا رحيم انت كده خلاص رايح سكه. ليه؟ اصل انا مش شايف، انا قاعد في البيت وحد من عندي تعبان في الرعايه المركزه وانا مش عارف ايه اللي بيدور. جهاز محطوط عليه وخلاص، الممرض يا اما ماسك التليفون
قاعد بيتابع الفيسبوك او اليوتيوب او الكلام ده كله، ده دي قصه تانية، ده قصه اليوتيوب، وده موضوع تاني هنتكلم فيه. كوارث النهارده للاسف، بس نعالج ازاي؟ المعالجه موجوده، وهي سيد الرئيس لابد من محاسبه الجميع، لابد من المحاسبه. انت تدرك تماما ان الشعب المصري به فعلا فئه كبيره جدا التوعيه ناقصاه، التوعيه نفسها ناقصاه. انا لو عندي توعيه ومستواي المادي على قده، بالتوعيه الصحيحه همشي على قد اللي انا باخده. دي حاجه مهمه جدا، المفروض ان انا اتماشى مع الظروف واتماشى مع الوضع بتاعي لو عندي توعيه وفاهم. دور الاعلام زي ما قالت الاخت ابتسام مهم جدا جدا بشكل مهم. الجزء الرياضي النهارده اللي بنتكلم فيه جزء مهم جدا جدا، ولاول مره تحدث في مصر، وانا بتكلم على النواب ومجلس الشعب، ان تم اختيار قامات محترمه لا خلاف عليها، سواء اهلاويه او زملكاويه، كابتن حازم امام والكابتن حسام غالي، طبعا بما فيهم محمد عمر، بقدم لكل التحيه والاحترام تعيينهم في مجلس النواب. طبعا دي لاول مره تحصل. عايز اقول لحضراتكم على حاجه، هو احنا حتى لو بالفرض نزل لنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحكم مصر من جديد، مش هتتفقوا عليه. احنا كده، هو احنا طبيعتنا كده، مش هنتفق عليه. فأي حد هيتحط في الظروف دي في أي مكان، في ناس هترضى وفي ناس مش هترضى. بس أنا مش مطلوب مني إن أخلي كل الناس ترضى، مفيش على وجه الكرة الأرضية حاجة زي كده خالص. ولكن المشكلة أما أنا أختار اللي هو أحسن الوحشين اللي موجودين دلوقتي. حازم امام مقل جدا عن الاعلام، وانه يطلع ويقول ويتكلم على فلان وعلان والكلام ده راجل محلل وراجل لعبته الكره القدم. حسام غالي طول حياته ما سمعناش عنه انه كذا وكذا، وانه اصل شخصيته، اصل بعيد عن الكوره، اصل السمعه، اصل الكلام ده كله. بالعكس، الفكره هنا في ايه؟ في حازم امام وحسام غالي، فكره في حاجتين، ان دول مستوى السن بتاعهم قريب جدا من طائفه كبيره جدا، جيل كبير يناسب إن الشباب بيحبوهم والكبار بيحبوهم خلقيا وفنيا، ودي مهمة جدا. لهم سيطرة على نسبة كبيرة، مش إن هم يقولوا الغلط يبقى غلط وخلاص ونمشي الغلط، لأ ما أقصدش في كده، ولكن لهم سيطرة إن هم يقدروا يوصلوا القضية وتتحل. ليهم قابلية إن هم يقولوا إن ده صح وده غلط، ويقدروا يناقشوا لأنهم عندهم الحتة اللباقة سواء الإعلامية أو التربوية أو كمان الرياضية في حتة القوانين. وأنا بحيي فعلا سيادة الرئيس على الفكر المتطور اللي بيحدث دلوقتي، وبقى في انسجام في مجلس الشعب، بدل ما يبقى كله موافقون موافقون أو مش موافقون مش موافقون. ودي خطوة مهمة جدا جدا لحازم إمام وحسام غالي، بحييهم طبعا على الفكرة دي. طيب معنا محمد اتصال من الشرقية، أهلا وسهلا بك محمد. اهلا الكابتن حاتم، انا محمد من العلم الاصفر، وبنرحب بك وبالكلامك الحلو الجميل، واحنا مشيكين على الكلام الحلو اللي انت بتحافظ على الناس العيانه واللي عندهم كورونا، واني متبرع بنفسي لاني قدام الكابتن صبر وحماده زكي، كل ما يحصل فيه جنازه بروح ارش بالمواطير ومع العزوه والحمد لله. والكابتن حماده اللي هو ابو رفعت ابو العنين اللي هو الضابط قبل كده، تمام، والحمد لله ماسكين البلد يعني، وانا اخوك محمد ابو مرسي من العزوه. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا ومرحبا بيك. مرحب بيك، مرحب بيك وشكرا. ويوم جلست استاذ عسكر وبرضك طهرنا المكان، كل ما بيحصل جزارة وكل ما بيحصل سوق في الأربع طهر المكان. أنا طبعا ورئيس مجلس مدينة مبسوطة منه قوي يعني. طب كويس. وآخر شفت المنظر قدام مني يعني الحمد لله يعني. طبعا ورقي وغاية إن شاء الله هنوثق معانا. إن شاء الله بإذن الله. وغاية الورق بتاع المحافظ الله. إن شاء الله وتحت أمركم يعني في أي حاجة. يعني يرشحوني يعني للرش الكوروني. اللي بعرض روح يعني القطر. طيب تمام تمام، انا تحت امركم طبعا في اي حاجه واي صوت ممكن يوصل لاي مسؤول. بشكركم شكرا جزيلا طبعا على المساعده الجماعيه والمشاركه الجماعيه اللي كنا بنتكلم فيها، وهي الاهالي. بس اهالي القريه بيختلفوا دايما عن اهالي المدن. اهالي المدن هنا تحس ان كل واحد مع نفسه، كل واحد في اتجاه، في الشارع، في العماره،
ما كانش الكلام ده على فكرة، كان زمان كان أهل المدن هم أهل القرية. ليه؟ لأنه أصلا أهل المدن دول جايين منين؟ جايين من القرية، وفي دين كلهم جايين للقاهرة، واخدين السلوكيات والتربويات وكل حاجة، ولا كان في بقى نت ولا فيس ولا موبايلات ولا اتصالات ولا تكنولوجيا اللي دخلت علينا، فتحت علينا أبواب وليعوذ بالله جهنم يعني. دي المشكلة الكبيرة. أدي بقى أهل القرى الناس البسيطة، الراجل بيتبرع بجراته، بيجرب بالمكان بتاعه، بيرش إذا كان في عزا، إذا كان في على قدر المستطاع، مش لسه هيستنى بقى أروح المحافظة واتصل، مع إن في نواب نجحوا عندهم ما شاء الله يعني وليهم أسماء كبيرة. ولكن إذا كنت هتعتمد على نائب، يبقى خلي اعتمادك على الله أفضل من أي حد. هو ده اللي المفروض إحنا بنسعى له، كل واحد يشتغل في حكم المستطاع. واحد هيقول لي هو أنا بقبض كام علشان أروح ألف وأعمل وأروح وأجي؟ ما بقولكش هات من بيتك واصرف بره، ولكن أنا بقولك حافظ على أولادك. أظن حافظ على أولادك دي أنت ممكن تغرم كتير لا قدر الله لو أنت أهملت. بضم صوتي طبعا لكل العائلات المحترمة بدون مسميات لأي عائلة، ولكن الكل، كل المصريين كلهم على دماغنا، وكلهم طبعا ليهم كل التقدير والاحترام. حبيت أكد في أول الحلقة على حاجة مهمة جدا جدا، إن النسيج المصري لا يمكن اختراقه، وأكيد في ناس كتير جدا حاولت إنها تخترق النسيج ده ولكن دون جدوى. الراعي الرسمي لبرنامج صائد النجوم وهو شركة بايسون، طبعا بايسون ده أحد المنتجات لشركة إكستريم اللي هي المسؤولة عن شركة بايسون. طبعا الكلام تداول الفترة الأخيرة عن المنتج وإنه تداول صحته، طب هو مين اللي يشربه؟ أفراد الأسرة، الأطفال، الكلام ده. لا، الموضوع في بايسون هو منتج طاقة، مشروب طاقة زي بعض المنتجات اللي حضرتكم عارفينها بدون مسميات طبعا. المنتج طبعا بيتم تصنيعه في تركيا. أيا كان الدول علاقتها السياسية دي حاجة والمنتج حاجة تانية، خلينا نكون مصحصحين للكلام اللي بيتقال عشان مهم جدا، تمام. المنتج طبعا كله عبارة عن حاجات طبيعية، أنا بتكلم عليه لأنه بيخص برنامج صائد النجوم، لأنه هو الراعي، وأنا مش هستقطب أي راعي لبرنامج صائد النجوم اللي بيخاطب الأسر وبيخاطب أولياء الأمور إلا إذا كان حاجة محترمة وحاجة كويسة جدا. طبعا المنتج هو واخد تصريح من وزارة الصحة هنا في مصر، وإحنا عشان هنا أي منتج جاي من بره خارج مصر علشان ياخد تصريح وزارة الصحة ده بيبقى ليه مواضيع كبيرة وشهور وأيام علشان يتم الأختام ليه ويتم تداوله والكلام ده كله. طبعا دون 18 سنة لا يستطيع إن هو يشربه، مش عشان يضره، ولكن وزارة الصحة بتقول الكلام ده كله لأنه مشروب قوي. طبعا رياضيين كبار في السن كل الأعمار، ولكن هو ممكن 15 16 17 سنة عادي، وبعد كده أي حد ممكن يشربه. مشروب مفيد جدا جدا، ما بقولش كده عشان أروج للمشروب وإن كده، لا، أنا الحمد لله رب العالمين بفضل الله تم تعييني في شركة بايسون المدير المشترات. طيب معانا طبعا الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رامي الإعلامي ورئيس تحرير جريدة مصر اليوم العربية، والتي تضخ لنا الأخبار المحترمة جدا جدا، الأستاذ أحمد رامي، أهلا وسهلا بحضرتك. ألو أستاذ أحمد، ألو. طيب معانا، هيبقى معانا مره تانية، نشوف برضو الاتصال بتاعه مره تانية، اكمل لحضراتكم. وطبعا ان شاء الله باذن الله انا هنكون موجودين في الشركه الخاصه بانتاج بايسون واللي بتمتلك اكتر من 150 منتج على مستوى العالم. وعلى فكره المنتج في موجود في دول اوروبا بالكامل وايضا الوطن العربي، ولكن لسه مستحدث في مصر. ان شاء الله يكون متداول بشكل كبير جدا جدا، وتم استلام الشحنه الخاصه ببايسون واللي هتتم استلامها ميناء بورسعيد يوم الأحد القادم. حاجة مهمة بقى جدا وعايز أتكلم عليها. طيب ألو، معنا ألو. ألو مدير. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيك أستاذ محمد عسكر. أهلا وسهلا أستاذ محمد، مدير شركة الجهراء، الوكيل الحصري لمشروب بايسون في مصر وإفريقيا. أهلا وسهلا بيك. اهلا بك يا كابتن حاتم، انا بشكر حضرتك على ثقتك الغاليه فينا وفي بايسون، وبشكر من خلالك برنامج صائد النجوم،
وانتظرونا في جديد لبايثون ان شاء الله. لا مش هنقول انتظرونا بقى، انا مش هنقول انتظرونا، انا عايزك تقول لي بقى دلوقتي ايه بمناسبه بقى دخول الحلقه والشحنه الجديده، اكيد يبقى لازم برضو ايه لمشاهدين صائد النجوم ليهم سبق كده، يعني تصريح كده، عرض حاجه كده لينا كده لصائد النجوم ولكل المشاهدين الناس المحترمين اللي بيتفرجوا علينا. والله عندنا ان شاء الله في شحنه جديده جايه تدخل بعد بكره، تدخل المخازن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وبمناسبه السنه الجديده ان شاء الله عاملين عروض حلوه ومميزه. تمام. لفتره محدوده كده لمده 10 ايام ان شاء الله. طب ان شاء الله يبقى في خلال العشر ايام دول عايزين يبقى اكبر كميه يتم توزيعها علشان الناس تقدر تستفيد من العروض يا استاذ محمد. وعندنا هدايا وجوائز جايه ان شاء الله، مفاجات كتير باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله طبعا بشكرك طبعا. ننتظر كل ما هو جديد يا كابتن حاتم. ان شاء الله باذن الله معاك طبعا استاذ محمد، ان شاء الله كل حاجه جديده وبرنامج صوت النجوم وكل المشاهدين باذن الله يقدروا يستمتعوا بالعروض، هننزل كل العروض على الفيسبوك وعلى الصفحه الخاصه ببايثون ايجيبت، ان شاء الله باذن الله يستفيد منها الجميع. حاجه مهمه جدا وعايز اتكلم فيها طبعا، في مشاكل كبيره في التعليم بتحصل للاسف الشديد، وانا قلت الكلام دوت من حوالي ست شهور تقريبا او سبع شهور، ومشاكل كبيره جدا بتحدث في الميديا الخاصه باليوتيوب والسوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي كلها هتكلم فيها، وياريت أولياء الأمور وكل السادة المشاهدين يستمتعوا بالكلام ده، مهم جدا ده لازم نبقى حاسين بيه. في هاجس كبير جدا جدا وهواجس كبيرة في التعليم دلوقتي، لا بقى حد عارف ندفع المصاريف وبروحش المدرسة ليه، طب هي الكورونا هي اللي موقفانا، طب هو التعليم عن بعد هيبقى أفيد، حاجات كتيرة جدا يمكن أولياء الأمور البسطاء الناس اللي هم ما حضروش التكنولوجيا قوي ولا حضروا الساتلايت ولا حضروا الانترنت ولا حضروا الكلام ده كله، اكيد بيقعدوا مع اولادهم الصغيرين مش فاهمين حاجه لحول الله، حتى لو هو تعليم عالي، الولد الصغير النهارده بقى بيقعد مش عارف ابوه يذاكر له، امه تذاكر له، لان هو مش طايل المدرس، لان موضوع المدرس برضه داخل فيه حته البيزنس، فبقت فيه حته الضمير يعني شويه، ما بقولش المدرسين وحشين لا قدر الله عشان ما تطلعوش تقولوا ده بيهاجم المدرسين، لا 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 خالص، ولكن انا بقول ان طيب معانا الاستاذ احمد رامي رئيس تحرير جريده مصر اليوم العربيه، اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا استاذ حاتم. ايه الطله الجميله دي، وحشنا والله من زمان يا استاذ احمد. والله انت اللي وحشني، وكل سنه وحضرتك طيب والصحه والجمال كلهم طيبين وفريق العمل كله طيب. وانت طيب يا حبيبي، وعودة طبعا الايام كلها عليك بخير وصحه وسلام يا رب العالمين. الله يخليك يا رب. اتفضل يا استاذ احمد. انا شايف البرنامج بتاع حضرتك فتح المجال ان احنا نتكلم في كل المواضيع. ودي فرصة ان احنا هنتكلم عن الاجراءات الاحترازية والله يا احمد، التربية والتعليم بتاخدها في الوقت الحاضر. والله يا احمد انا فعلا كنت فعلا بتكلم مع السادة المشاهدين في الموضوع واخد رأيهم بالشكل دوت، وايه رأيكم ان احنا نتواصل لكل طيف الطوائف الشعب المصري وليس فقط الرياضة، ولكن ايه المانع ان احنا نتواصل بشكل ايجابي لكل الاسر؟ وده احنا بدأنا فيه فعلا تبع وزارة التربية والتعليم وتطوعا من جريدة مصر يوم العربية. تمام. عملنا موقع تعليمي لأبنائنا الطلاب. كويس. بشكل الدروس الخصوصية اللي هم بياخدوها بره احنا بنعملها لهم بالشكل المجاني. تحت رئاسة طبعا وتوجيهات السيد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار. طب لما نحب نعمم الموضوع ده يا استاذ احمد لكل المحافظات، ويبقى الموضوع كمان حاجه برضو اخويه كده مني ليك، ان انا اوصل للولد المعلومه البسيطه، انا دلوقتي ولي الامر بقعد مع ابني الصغير بصراحه مش فاهم حاجه، مش عارف، فانا دلوقتي اللي انتوا بتتكلموا عليه ده كويس جدا وحاجه محترمه جدا، بس انا عايز اعممها لكل المحافظات. اعمل هي دي الفكره يا فندم اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي. تمام. المدرس بيسجل الدرس الخصوصي بتاعه بدل ما هو بيتكلم مع الطلبه في حضورهم، احنا بنعمله بشكل تسجيلي. كان الطالب قاعد قدامه بالظبط. كويس. وده بيفهم الطالب اكتر من المنصات اللي احنا في بعض الاحيان ما بنقدرش نفهم فيها كاولياء امور. تمام كويس. وفي نفس الوقت الجريده اتبرعت باربع صفحات بننزل فيها الدروس الخصوصيه بشكل مكتوب. تمام. ويقدر يراجع ده الدرس ده بشكل منهجي على الموقع نفسه، ويقدر يتفرج ويقدر يراجع الدرس نفسه، وفي صفحه تواصل بينه وبين المدرس يقدر يرد عليه كمان. تمام.
وإدارة شرق المنصورة التعليمية بصراحة عاملة مجهود رائع في الموضوع ده. كويس، حاجة محترمة جدا طبعا. تحت إدارة الأستاذ عادل رمزي. طب كويس جدا جدا يا زحمد، ودي حاجة محترمة جدا، بحييك. وطبعا مش غريب عليك طبعا، دايما صاحب المفاجآت الصحفية والإلكترونية طبعا، ودي حاجة جميلة جدا إنك تبص كمان لأولادنا والتعليم. ولو لسه كنت بتكلم فيها، قالوا حضرتك بتتكلم دلوقتي عن توصيل المعلومة إزاي دلوقتي الولد حاجة كمان برضو قبل ما أقول، في سؤال عايز أسأله حضرتك أستاذ أحمد، إن دلوقتي كمان المشكلة إن الولد بيروح يدفع المصاريف ما بيروحش المدرسة غير ساعة الامتحان، ودي مشكلة كبيرة جدا، إنه ممكن يروح يلاقي ناس غير اللي يعرفهم، موضوع تاني خالص إذا كان موجهين ولا الكلام ده كله. السؤال التاني بقى تأجيل الامتحانات وتأجيل كل حاجة، أنت شايفها إيه بصراحة؟ ألو؟ طيب معانا اتصال تاني، مدام ميرفت، أهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي، معاكي، اتفضلي. الو، ايوه معاكي. ايوه مع حضرتك يا فندم، كنا بنتكلم دلوقتي في التعليم وفي الصحه. اتفضلي مع حضرتك، اتفضلي. طب معلش الصوت بس، انا سامع كويس جدا يا فندم. طيب تمام، اتفضلي تحت امرك. احنا كنا بنتكلم يعني يعني انا كوليه امر، انا معايا اولاد كل جميع المراحل التعليميه من الابتدائي للجامعي. حضرتك كويس ان انا بحاول ان انا اعمل اسلوب جديد للتعليم وتكنولوجيا، اوكي ماشي، لكن انت عندك بنيه اساسيه وتحتيه اللي انت بتعمله ده، هل انت اهلت المدرس ان هو ازاي يتعامل مع الكلام ده؟ الكلام ده ما طبقش كويس حضرتك، انا كواحده قريبه من الكلام ده انا ما لقيتوش صدى، مش لاقيه له ثمره في الاخر، فده بالتالي بالسلب. انت دلوقتي انا شايفه ان في تهجير، في تهجير مالي، في تهجير لكل حاجه، انا مش لاقيه بجد ثمره للي بيحصل ده. حضرتك بتتكلمي دلوقتي يا فندم، حضرتك بتتكلمي دلوقتي على المرحله اللي هي المدرس نفسه او الشكل التعليمي كوزاره نفسها وكتعليم، مش كعلى ابناء. قبل ما نخش على يعني حاجه عشان بس يبقى المشاهدين فاهمين حضرتك بتتكلمي ازاي. اتفضل. حضرتك بتتكلمي دلوقتي على هل انت مؤهل المدرس نفسه؟ بالظبط، المدرس مش مؤهل، اولا المدرس مش مؤهل. تمام ماشي اوكي تمام. فبالتالي الطالب مش قادر يستفيد ولا قادر يوصل له معلومه كويسه من المدرس اللي قدامه. تمام. فين الثمرة؟ انا مش لاقي ثمرة، انا اولادي الكبار يمكن استفادوا تعليميا، الصغيرين اللي في المرحله الابتدائيه انا مش لاقي ثمرة جديده، حقيقي انا مش لاقيها، بالعكس هم مشتتين. تمام. طيب حضرتك شايفه تاجيل امتحانات الفتره دي والتعليم عن بعد والحاجات اللي بنمر بيها دلوقتي، هل هي بحكم الظروف اللي احنا فيها طبعا واكيد ده عشان كورونا والكلام ده كله، هل هي فعلا بتطبق بالشكل الصحيح والامور تبقى بسيطه للجميع؟ لا مش بالصحيح، هقول لحضرتك احنا فضل. ممكن نخش زوم وبناء عليه، لان انت ما عندكش بنيه اساسيه في النت كويسه، فالزوم ممكن يقطع في اي وقت، فمفيش تفاوض. انا تمام. ما بقدرش اتعامل مع مدرس ولا ابني بيخش الزوم كويس، لان انت بالنسبه لك دوت الشبكه اللي عندك مش كويسه، خلاص تمام. انت لما تاهلني كويس، دي حاجه، لكن طبعا احنا مضطرين نخش اونلاين طبعا في حاجات كتير تمام. بالنسبه لظروف البلد، ودي حاجه كويسه عشان تقل من طبعا الكوفيد اللي احنا فيه، دي حاجه كويسه. اوكي كويس، لكن جدا. انت عشان اولا انا برضو ارجع اقول انت اديني بنيه اساسيه كويسه هتلاقي لي نتيجه، انا مش لاقيها صدقني. تمام تمام، كلام حضرتك طبعا اتفضل، كلام مهم جدا حضرتك لفت انتباهنا جميعا، ان فعلا فعلا حتى الغرف اللي بيتم فيها المحادثه مع المدرس او الكلام ده كله، هو فعلا حتى المدرس نفسه مش مؤهل للتكنولوجيا الصحيحه دي. طب هو هيوصلها للولد ازاي؟ صح كده بالظبط. طبعا طبعا تمام. شكرا لحضرتك استاذ ميرفت، النقطه مهمه جدا جدا، يعني معنى كده ان طبعا وزير التربيه والتعليم طبعا بركني ليه كل التقدير والاحترام، ولكن حضرتك اكيد القوانين لما بتصدر اكيد زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقعد مع حضراتكم وبيديكم التقارير وبتلتزموا بيها وتقدروا توصلوها، اكيد حضرتك بتسمعها كويس، ولكن لما بتيجي تنفذها هل هي التنفيذ بتاعها للساده المدرسين اللي هم تحت حضرتك هل بينفذوها بالشكل الصحيح؟ زي ما وليد الامر دلوقتي كانت معانا بتقول المفروض ان المدرس زي مدرب الكوره، مدرب الكوره لو مؤهل وعارف يعني ايه كوره ورياضه وعلم رياضه هيوصل الولد ده، مش هقول انه هيبقى نجم محمد صلاح، ولكن على الاقل هيبقى عارف يعني ايه كوره، هيبقى عارف يعني ايه رياضه. هو ده، تصدقوا ان دي حاجه مهمه جدا، ان احنا حتى اولياء الامور مش عارفين يتواصلوا مع المدرسين اللي جوه غرف الزوم اللي هو اصلا اختراع جديد، ده المدرس مش عارفه. طب الولد هيتعلمه ازاي؟ هيفهموه ازاي؟ كان الله
في عون أولياء الأمور في هذه المراحل الصعبة ما بين كورونا وبين تعليم وبين صحة. حاجة جميلة جدا جدا والجديدة على الشعب المصري الترندات. ما شاء الله على الترندات المصرية واللي بقت حاجة كبيرة جدا. احنا عندنا دلوقتي تقريبا 7000 قناة على النايل سات. من كتر الأسامي القنوات بقى فيها شجيع السيمة، بقى فيه قناة أم أحمد، بقى فيها قناة مش عارف الإمبراطور، بقى فيه قنوات مسميات كتير، وكلها كلها تقريبا كده أفلام معينة عن الضرب وعن الاغتصاب وعن مش عارف الكره وعن القتل وعن تقريبا إحنا بقينا زي الدول اللي بقت دموية، مع إن دي أصلا مش أصولنا. إحنا كمصريين بطبعنا عاطفي يا طيبين، مش طيبين يعني عبط، لا عاطفيين طيبين كده، ناس كده ايه طيبة يعني مش دمويين. اتولد لنا وتصدر لنا ده عن طريق قنوات كلها بيزنس، كلها افلام 24 ساعة، وكلها افلام هلس ابيض واسود بنشتقله دلوقتي، بنشتق نتفرج على ابيض واسود دلوقتي. ليه؟ حتى المناظر اللي موجودة فيه فيها احترام شوية، فيها حشمة شوية، فيها قبول للسيناريو والحوار بتاعها، لكن دلوقتي بقى إجرام وبقت سفالة وقلة أدب للأسف الشديد. حتى الترندات معانا فيديو بمناسبة الترندات، وأكيد كل البيوت المصرية ستات أو رجالة ما شاء الله تسألهم يقولك ده هاني. هاني مين؟ هنشوف الفيديو كده مع بعض ونكمل في حاجة مهمة جدا. انت بتعمل ايه فوق؟ انت بتقول ايه يا أكرم؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ رد عليا، انت بتعمل ايه هنا؟ في ايه يا اكرم؟ مش فاهم انت عاوز ايه بالظبط. اكرم انت اتجننت ولا ايه؟ انت كنت معاها بتعمل ايه فوق؟ لا انت اتجننت بجد، كنت بنايم ادم في اوضه التلا يا اكرم. المفروض انا اصدق الكلام ده. بس يا اكرم في ايه؟ انت اعصابك تعبانه لدرجه انك مش عارف تتكلم مع مين وبتقول له ايه؟ هو طبيعي الاقي مراتي نازله مع راجل من اوضه نوم واقف ساكت؟ انت سامع نفسك بتقول ايه؟ انت عارف ده مين؟ ده هاني يا اخي. ده هاني يا أخي، ده هاني، هاني صاحبي، هاني ده هاني أصلاً اللي اسمه هاني في مصر كره نفسه، ما بقاش دلوقتي بيمشي في الشوارع، لما بيناديله على حد يقول له يا هاني بيفتكر هو بيتريق عليه، لأنه بقى وصمة عار صغيرة. إحنا كمصريين متربيين وعندنا بقى الشهامة والاحترام والأدب والأخلاق، بقى عندنا ترند هاني. هاني الراجل يا عيني الزوج طالع وبيسأل، بيقول له هو في ايه؟ مراته بتقول له انت عبيط، ما معناه يعني انت هبل. ده هاني، هاني مين اللي نازل من فوق؟ ده ترند. طب تعالوا حطوا مقارنه، مالناش دعوه بالاديان، مالناش دعوه مسلم ومسيحي، بس تعالوا حطوا مقارنه لشخصيه معينه الله يرحمه ويحسن اليه، الشيخ متولي الشعراوي. هنحط ادي فيديو وادي فيديو. الترند بقى هنا، انا بعتب على سيدات الامور واولياء الامور والشباب الخايب، ده يتحط ياخد اعلى فيوهات. هتقول لي ما هو ده جاي من السينما المصريه، ما هي دي الكارثه اللي انا بقولها، ما هو ده، هو ده اللي انا بقوله. مش كل حاجه بتوصل فوق، لا، ما هو اصل انا مش قاعد عشان اشوف كل ده، لا طبعا، مش كل حاجه بتوصل فوق. الختام اللي انا هقوله لحضراتكم، خلي عندكم دم، لان مصر كبيره بشبابها ورجالتها اللي كانوا زمان، وأبطالها اللي ماتوا في أكتوبر، ورجالتها اللي دلوقتي كبار مسنين بيسوقهم شوية عيال صغيرين. بحييكم أعزائي المشاهدين، وبقدم لكم حاجة كبيرة وحاجة محترمة، مصر بلادي. بس قبل ما أشكر بلدي وأشكر الوطن اللي أنا عايش فيه، أشكر الرجالة المحترمة في قناة الصحة والجمال واللي شغالين في الكنترول، عم عزب بشكره شكرا جزيلا، الرجل المحترم المصور الكبير جدا جدا سيد نجيب، بشكر جدا محمد شحاتة، وبشكر طبعا محمد مالكي، بشكر كل فريق العمل من كبير لصغير قناة الصحة وجمال. أنا بشكركم شكرا جزيلا، كل سنة وحضراتكم طيبين. نتمنى يا رب إن شاء الله بإذن الله 2020 تبقى إن شاء الله بإذن الله خير وسلام، واللي راح راح، ونبدأ في الجديد خير وسلام. أسيبكم مع الأغنية ونسمعها ونختم بيها، تكون يا رب خير ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين من كرها. ولا حد غيرنا افتكرها شايلة في همومنا على كرها. بلدي بصحيح كتر خيرها. ولا حد دلوقتي.